مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة خالص النهاردة مع اول مرة مع الكلب روك. كلب روك كلب جيرمان جاي ياخد تدريبات طاعة وحراسة عندنا هنا. المفروض ان الكلب ينفذ الاول. الكلب ده لاحظنا عليه من ساعة ما دخل المزرعة ان هو مش حابب ان هو يتربط، كل ما نربطه بسلسلة يقطعها، كل ما نربطه ان هو يخبي لنفسه ويخبي رجليه، ومش عاجبه الموضوع خالص. طب انت عايز ايه يا روك؟ طبعا لسه ما تعاملناش معاه. فكرة تدريب الكلب هي صداقة صحوبية بتتعامل معاه حسب شخصيته. كل كلب ليه شخصية بتختلف عن الكلب التاني، وحابب ان انتوا تشاركوا معايا من اول ما نبدأ مع الكلب ده لحد النهاية، عشان لو انت قابلت حاجة زي دي تقدر ان انت تغيرها بنفسك. تعالوا النهاردة نبدأ اول يوم مع روك كده. اول يوم انا ما بنشتغلش فيه حاجة اسمها تدريب خالص، مفيش حاجة اسمها تدريب مع كلب اول مرة تتعامل معاه. احنا بنشتغل معاه حاجه اسمها تعارف. ايه هو التعارف؟ زي بالظبط كده لما تكون هتصاحب حد او تكون صديق معاه، تبدا تتعرف عليه، تبدا تتكلم معاه، تبدا تشوف شخصيته، تبدا تتصاحب عليه، الحاجات دي كلها. لكن عشان تبدا ان انت اول ما تشوف كلب تروح تقول له اقعد وسلم وانزل واطلع والكلام ده كله، ده مبدا غلط، لان انت كده هيبقى مش ما بتفهمش في التدريب حاجه. عشان تفهم في التدريب الاول افهم الشخصيه، افهم الصفه بتاعه الكلب، بعد كده ابدا تعامل معاه حسب شخصيته. انا شايف ان الكلب ده هادي خالص، حنين، يعني ملوش لا في الشراسه ولا ليه في اي حاجه. باذن الله هنغير من شخصيته وهنغير في قصه حياته وهنشوف معاه. اول حاجه هنعملها ان انا هنتصاحب على الكلب. عشان تدرب الكلب لازم الكلب اللي انت بتدربه يكون محتاج لك. ما ينفعش كلب تدربه وهو مش عايز منك حاجه ولا عايز يشوفك اساسا وقرفان منك، لازم يكون محتاج لك. طيب ازاي هنخلي الكلب محتاج لي؟ حاجتين اتنين احنا بنعتمد عليهم عشان يكون الكلب محتاج لك، يا اما لعبه ان هو بيحب اللعب وفي لعبه هو عايز ياخدها، يا اما الاكل، وده افضل شيء لان ده هيكون سهل بالنسبه لك. لو جوعت الكلب يوم هيبدا تاني يوم ان هو محتاج للاكل، من هنا هيكون نقطه ضعفه هتبدا تشتغل معاه بيه. تعالوا نشوف روك لما نعرفه ان احنا في اكل معانا، تمام، ونتعامل معاه. طبعا هو في الاول احنا بنقول بناكل الكلب، اللي احنا بنعمله ده دلوقتي بناكل الكلب، تمام. طيب بعد كده هنبدا ان احنا نطلب منه اوامر، بعد كده لما هو خلاص هو يقتنع ان احنا معانا اكل. هو اكيل على فكره يعني، بسم الله ما شاء الله. اقعد. طبعا هنا شايفين لما بيبلع الحته اللي بنديها يتضير، عايز غيرها، شايفين؟ انا بنديله ليه؟ لان بعد كده هنبدا نقطع عنه النظام ده ونطلب منه، نفذ لي واديك. كده هو في احتياج، صح؟ تعالوا بقى نتحرك عشان ده يثبت لي ان الكلب كده محتاجني، شايفين؟ واخدين بالكم؟ الكلب كده محتاجني. نبدا بقى نطلب منه. اقعد. تمام. شاطر. خدوا بالنا يا جماعة، طول ما الكلب منفذ لي اللي أنا عايزه. اقعد. اقعد. مش القعده دي، فوق. اقعد. شاطر. شايفين يا جماعه اللي احنا بنعمله؟ احنا بنطلب الكلب ينفذ. برافو ماكس، شاطر.
شاطر. اقعد. برافو. برافو. زي ما احنا شايفين يا جماعه بدا الكلب يقتنع ان هو اديني شيء خد شيء، يعني نفذ لي كذا اعمل كذا اللي انا عايزه، تبدا ان انت تاكل. تمام، واضح ان هو جميل جدا على فكره. سلم سلم، عايز نجرب معاه امر السلام. سلم 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 سلم. شاطي سلم، شاطي. انزل تحت، انزل تحت. برافو، بسم الله ما شاء الله. ماكس يا جماعه اللي كانت الناس كلها مستغرباه. اقعد. سلم سلم، شاطي. تمام، اقعد. سلم، شاطي. انزل تحت، برافو. اقعد. برافو. سلم، شاطي. اقعد. سلم، شاطي. تاني، يلا. اقعد. سلم، انزل تحت. برافو ماكس. سلم، طبعا هنستكفى لحد كده، ما ينفعش. انا لقيت الكلب دماغه حلو بسم الله ما شاء الله شغال، هل ان انا نضغط عليه؟ لا، واحده واحده، لان ده داخل طاعه وحراسه، احنا ما اشتغلناش في الحراسه حتى خالص، واحده واحده لحد ايه الكلب ما يقتنع باللي احنا عايزينه. تعالوا كده بس نعمل تجربه اخيره، ان احنا ما نتكلمش، نشاور بس. اليوم مسا عليكم.